حنخليها تغلي وبعد كده حنضيف عليها اللحم وجودة اللحم. بنضيفها هلا على المي وبنخليها تغلي، يعني كأنه عم نسلق لحم عادي. كأننا بنسلق لحم. بده وقت لحتى يستوي بعدين بنضيف عليه الرز. بس ممكن هلا أضيف كمية بسيطة من اللحم. من ولا من الملح؟ اوكي، عندنا دحين هذه يسموها المسلوقه. ايش هي المسلوقه؟ هي عباره عن خلاصه اللحم. اوكي طيب، بعد كذا حجيب الرز. ما عليك يا عمر، فكره معينك. الله يسلمك. حضيف الرز للمسلوقه، بدا انه عندنا يستوي. السليق الطايفي عاده السمن او الزبده، السمن عفوا، السمن ينضاف متى؟ وقت الطبخ، مو بعد. أوكي. الطبخ على الوجه لا. تقريبا بتاخذ وقت سلق على النار؟ تاخذ تقريبا من 25 ل 30 دقيقة.